السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم الجمعة 30 جوان 2023. في هذه الحلقة إن شاء الله غادي نعرفوا كيفاش يعني نعرفوا القهوة محروقة، يعني استخلصنا ولكن ما عرفناش القهوة مرة القهوة تفاد دغيا كذا كذا كذا، ما عرفناش شنو هو السبب. اذا اول حاجه كيف ما شرنا لها في الحلقه السابقه ان القهوه المحروقه يعني راه الا شربتيها غادي تضرك، تقدر تسبب لك في مشاكل صحيه يعني عديده. اللهم الانسان يعرف القهوه المحروقه كيفاش هي، كيفاش انه يتاكد من بلي ديك القهوه اللي عنده فرعه يعني محروقه. اذا الاخوان اول حاجه خصنا نفهموا ان الحراره يعني خصها تضبط على حسب القهوه اللي عندك. مثلا نسبريسو عندهم مكاين خاصه بنسبريسو لانهم ضابطين الحراره ديال القهوه ديالهم. فملي كدير نسبريسو في ذاك الكابسول يعني الماكينه ديالهم الخاصه بهم كتعطيك قهوه مزيانه، ولا درتي شي كابسول واحده اخرى شركه اخرى ما تعطيكش باسكو راها يعني مخصصه لديك القهوه ديالهم. إذن حنا الإخوان حنا عطينا كمثال، حنا بغينا نعرفوا أن هاد القهوة اللي عندك كيفاش ضبط ليها الحرارة. ألور الإخوان عدد يعني اللي كيستعملوا مكاين فيهم ترموستا يعني ستابل، هذيك ترموستا ستابل، فممكن ديك ترموستا مع 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 كثرة العمل ومع العمل ومع المدة ممكن تعطيك أكثر لا 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 يعني الحرارة أكثر، وممكن تعطيك حرارة أقل. إذن الإخوان هذه كلها عوامل ممكن تأثر يعني في الحرارة ديال الماكينة. إذن الإخوان أول حاجة كنبداو بها وهي كيفاش نعرفوا أن القهوة يعني يعني الحرارة يعني طايحة، وهو أننا ملي كنستخلصوا كتكون ديك يعني رغم أننا كنعمروا الفلتر الصفاي بزاف، لأننا كنحصلوا على واحد لاموس يعني بلونش بيضاء، لاموس بيضاء واحد شوية كتطفى ما كتبقاش. إذا حنا هنا ممكن عندنا جوج ديال العوامل، العامل الأول وهو ممكن أن الحرارة غير كافية، مثلا 65 أو 60 بالضبط ممكن يعني تعطينا يعني هاد لاموس بلونش، وخا رغم أننا داير 14 أو 15 أو 16 غرام إلا أننا كنحصلو على لاموس بلونش، بقى 65 ممكن نخدمو بها. إذا 70 الفوق بالنسبة للريبيستا 70 حتى 75 إفيكاس مزيان مزيان. إذا حنا في هاد الحالة إلا خدمنا مثلا ب 70 وخدمنا، ركزوا الاخوان، الا خدمنا ب 75 درجه وخدمنا بها 50% ديال الميلونج فيه الريبوس الارابيكا راه تعطينا قهوه بارده، وتعطينا كذلك لا موس بلونش، باسكو الارابيكا يعني كتخدم فوق 92 حتى 100 حتى 107 حتى 108 عاد كتعطينا لا موس مزيان حسب انواع ديال الارابيكا. اذا حنا الاخوان هنا كنركزوا على العوامل باش نفهموا. اذا عطاتنا لا موس بلونش خصنا نتاكدوا من الميلونج واش فيه الارابيكا. الور الا كان فيه الارابيكا اذا خصنا نطلعوا ل 80 82 ديال الميلونج باش ما نحرقوش الريبوستا، او ميم طون كناخذوا واحد شويه ديال اللوغو ديال 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 الارابيكا وما كنحرقوش الريبوستا، وكناخذوا واحد لاموس مزيان. اذا مزيان، اذا حنا هنا هذا العامل الاول، العامل الاول كيف ما كنعاود نذكركم به وهو ان الا كانت الحراره طايحه راه غتعطينا والو في الريبوستا، خدمنا ب 60 غتعطينا لاموس بلونش. اذا الريبوستا 100% اخي خصنا نخدموا يعني من 70 ل 75 كتعطينا لاموس امبيكابل، قهوه امبيكابل. الا خدمنا ب 75 درنا ميلونج 50% ديال الارابيكا راه غتعطينا لاموس بلونش. اذا حنا خصنا نطلعوا ل 85 ما غتحرقش كوم ميم، ما غادي نحصل واحد يعني 80 82 83 84 85 غادي نخدموا بها مزيانه، غادي ناخذوا لاموس من ريبوستا او ميم طون غادي ناخذوا لوغو من الارابيكا. اذا غادي نحصلوا على داك الشيء راني دويت عليه، هذه صافي دو زون هادي راه سنتين باش تكلمت على هذا الموضوع على هاد على هاد على هاد الحراره. رجعتوا للستوريك ديال لي فيديو غتلقاو انني ضابط يعني كنتكلم على الحراره اللي الواجب الاستعمال ديالها. اذا الاخوان الناس اللي عندهم البي اي دي او اللي عندهم ترموستا ريغلابل فيحاولوا يضبطوا يعني يعني لا 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 يعني الحراره ديال الماكينه على حسب القهوه اللي عندهم. اذا حنا هنا عرفنا كيفاش لاموس بلونش كيفاش كتكون الحراره يعني طايحه كيفاش كتعطينا القهوه. راني الاخوان ما كنديرش فيديو علاش باش يكون الكلام ديالي مفهوم يعني افضل مزيان. اذا حنا بننتقلوا للمرحله الثانيه، المرحله الثانيه وهي كيفاش نعرفوا القهوه محروقه مزيان. محروقه عندنا نوعين،
كاين المحروقه اللي ممكن تعدى درجه الحراره غير 5% مثلا او 10%، وغادي تغير لنا، غيتغير لنا المسار ديال الهموس، غتغير القهوه والوجو كلشي غيتغير. وكاينه الحراره اللي غادي اللي كتطلع واحد 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 15 20%، هذيك راه يعني كتكون يعني لا علاقه، بحال كتعطيك بحال البريق، هذيك فراها ضاره 100%. مزيان. اذا الاخوان بالنسبه لحال دابا حنا غنخدموا بالريبيوستا 75 75 حتى ل 80، طلعنا الريبيوستا، طلعناها ل 90 92، يعني باش غادي نخدموا الارابيكا صدقنا كنخدموا بالريبيوستا. واحد العدد ديال الاخوان راهم كيديو مكاين مخصصه للارابيكا وكيخدموا بهم الريبيوستا وكيحصلوا على نتائج يعني موفيز 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 كاليتي، في يعني في, في, في يعني في يعني في الاستخلاص موفيز يعني يعني شوت. اذا كاين مكاين مخصص الارابيكا، فراه مخصص الارابيكا 92 هذيك حراره الارابيكا غتحرق لك الريبيوستا، غتحرق الريبيوستا فقط. يعني ما معنى انها كتحرق لك الريبيوستا، كتعطيك لاموس كحله كحله، وديك الكحله الكحوليه قاسحه بزاف، واحد الوقت بحال مره كتشك انت في القهوه، كتشك ربما القهوه راه محروقه ولا هي راه القهوه كتحرق لك. اذا كتبقى واحد شويه كتطفى. هذه بالنسبه للريبيوستا ماشي الارابيكا. اذا حنا هنا الا خدينا مثلا سايكو يعني خاصة أو مينيمو كخاصة بالأرابيكا وخدمناها الريبيستا، إذا حنا في هاد الحرارة كنحصلو على واحد كنديرو لك 14 غرام أو 15 غرام، ولكن كنحصلو على واحد لاموس قاسحة بزاف ولاموس يعني كحلة شوية، يعني فيها الكحولية وفي نفس الوقت يعني كطفى، يعني ما كتبقاش واحد المدة كنبقاو نلقاو من الجناب ديال الكاس كيسان بحال البويقات في لاموس، هاديك راها حروقة ما تصلحش تشربها. هذيك راه تقدر تشربها ولكن ما درا غضرك، غنقول لك تقدر تسبب لك وتسبب لك. دابا هما اللي غادي يحددوا يعني اكزاكت شنو اللي ممكن يعني تضرك في يعني شنو الامراض اللي تقدر تسبب لك فيهم القهوه المحروقه. مزيان. اذا الاخوان الى نرجعوا للمرحله الثانيه، يعني المرحله الثانيه في الحق وهي الا كنا كنخدموا مثلا واحد مثلا 100 درجه الحراره وخدمنا الريبيوستا، يعني كاين انواع ديال الارابيكا اللي ممكن تخدم في 100 درجه، وكاين انواع ديال الارابيكا اللي ممكن تخدم حتى ل 107 حتى ل 108 درجه الحراره، وعاد كتعطيك لاموس وكتعطيك لوكو مزيان. اذا الاخوان راه الا طلعنا الريبيستا لهاد 108 او لا على 100 او 102 فراه كتهود بالزربه، ولو انت مزير القهوه مزيان، مزير القهوه مزيان كتشوف داك الاستخلاص كيهود سريع وغليظ، يعني هذيك هذيك داك داك التعليكه اللي مولفه كتهبط يعني غليظه شويه، يعني كتبان لك انت كيهبط غليظه وفيها الفقاعات بزاف، وبحال بحال 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 القهوه ديال البريق، كتقول مال هاد الماكينه ما عطاتنيش. وهذا كنهضروا على الريبيستا يعني اللي موجوده عندنا في البلاد، مال هاد القهوه ما عطاتنيش ومال هاد القهوه دايره مكمل مال هاد الماكينه. اذا حنا هنا راه كنعرفوا اننا راه معاد ديال درجه الحراره ديال ديك القهوه. اذا حنا في هاد الحاله راه كتخدم بواحد درجه الحراره يعني فيها الفاب يعني الفابور بزاف، ولو كتستخرج داك الفابور راه الحراره يعني الحراره طالعه بزاف، يعني راه ما يمكنلكش نهائيا تستخدم يعني تستعمل الريبيستا في ديك الحراره. فالاخوان يعني اللي كنعرفوا انه القهوه تيخصها تهود سبوله يعني معسله بحال الشكل ديال العسل، وكتهود خاتره واحد الوقيته، يعني كتشربها يعني كتشرب يعني سير بلاص، ولكن كتخلي لك داك لاموس يعني من الجناب، يعني كتكون متماسكه وكيبان لاموس، كيبان يعني غير الكاس كيبان شهوه منه، يعني غير داك لاموس اللي كتخليه القهوه في التالي. اذا الاخوان نتمنى تكون الفكره وصلت يعني بشكل مضبوط، نتمنى تشاركوا هذه الحلقه مع الاصدقاء ديالكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.